مشاهدي الأفاضل أنعمتم مساء، سعداء بلقائكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبادرات نسائية. ضيفتنا لهذه الحلقة الفاعلة الجمعوية سال معمر، رئيسة جمعية بدر للتربية والتنمية. مرحبا بك معنا. سهلا. الأخت سالمة، عرفينا وعرفي السادة المشاهدين على نفسك. ولو قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. سالمة عمر، فاعلة جمعوية أحد الحركة الجمعوية النسائية بمدينة العيون، موظفة بوزارة التجهيز والنقل. سالمة، نبغيك توضعينا في الصورة، كيفاش دخلتي العمل الجمعوي واشتميتي لين عدتي رئيسة جمعية؟ بدين بالنسبة لي أنا دخولي في العمل الجمعوي، لأني العمل الجمعوي ما جاء، ربما أنا تربيت فيه والله، خلقت من سلالة جمعوية، لأن إحنا حضارتنا والله عاداتنا جمعوية، مؤسسة اجتماعية دائما من بداية الدهر. العمل الجمعوي انخرطت فيه منذ بدايتي تقريبا من أيام الدراسة، كنت أحد التلاميذ اللي أنا هي اللي صح التعبير أنا هي الدينامو اللي متحرك في المؤسسة بالنسبة للعمل الجمعوي. انخرطت بالعمل الجمعوي تقريبا وأنا سن صغيرة في 1982 في مدينة العيون، ومنذ الوقت وأنا في العمل الجمعوي لحد الآن. كيفاش انتشأت عندكم أو انتشأت عندك فكرة أنك تأسي جمعية؟ انتشأت أني بالنسبة لبعض التشخيص والخصاص واندماج مع بعض الفاعلين من البداية، كان بعد النساء خلصنا وشخصنا بالنسبة لأنه كان خصاص، وحبدنا الفكرة وتوزعنا على حساب مدار العيون. أنا نعمل في المدار القروي والحضاري، ولكن أنا ركزت على العام القروي لأنه هو اللي فيه الخصاص قاعد في جميع الجهات، ولكن خصص العالم القروي في حاجة بس للعمل الجمعوي. هاي الجمعية من أسستها لابد أن كان هناك عندكم أهداف. أهداف كما قلت لك، هو بعد التشخيص لقينا عن البدي بصفة عامة عنها مازال خصاص، واجتمعنا احنا بعد فيها بعد مجموعة من الفاعلين، فكرنا هذه الفكرة ومشينا انخرطنا ونسقنا وعدنا جمعية اللي من بدايتها كنا انخرطنا ونكبين على العمل الجمعوي، وإلى حد الآن احنا مازلنا في العمل الجمعوي. نعم، الفئات اللي هي مستهدفة في هذه الجمعية واللي تشتغل عليها هذه الجمعية، من هي هاي الفئات؟ ساكنة أهل البادية، أهل البوادي بصفة عامة، وإحنا مركزين لكن بحكم تواجد مقر العمل مع عمل جمعوي فقيادة جماعة فم الواد. نعم. ساكنة النساء بصفة عامة، ساكنة بصفة عامة، ولكن النساء مركزين بصفة خاصة والأطفال. نعم. ساكن. هل هناك أنشطة قمت بها عدلتها بعد التشخيص قلت لك عنه، كاين خصاص في العمل الجمعوي بصفة عامة، احنا انخرطنا في هذا العمل وقدر المستطاع خلقنا شراكة مع التعاون الوطني وقبضنا مركز كان عبارة عنه كان مأجور في العالم القروي، حاولنا رممناه بمجهودنا الخاص بالنسبة لأعضاء الجمعية ومخارج الجمعية، وشخصنا درنا مبادرات بالنسبة للطلبة والتلاميذ اللي في العالم القروي اللي كانوا مقاطعين، درنا مبادرة بالنسبة لنادي الانترنت وإعلاميات، الورشة الثانية درنا ورشة بالنسبة للعائلة العلايات اللي مهمشات اللي ما كان عندهم اسمه، درنا لهم ورشة للمحول الأمية، الورشة الثالثة درنا ورشة خاصة بعملية كسكس وعمل يدوية، الورشة الرابعة درنا ورشة ثانية خاصة بحضانة بالنسبة لباش
نقدو نستقطبوا الطفل والام، حاولنا نديروا لهم حضانه ونديروا لهم روض. وبالنسبه اللي تجي تشارك في المحول الاميه يمكن لها تصحى مع ولدها ونراقبوا ونحتفظوا به في ديك الحضانه، ونديروا لهم تدبير المنزلي، نديروا لهم تقريبا جميع المجالات اللي خاصتهم في العالم القروي. حاولنا احنا شيئا ما نقربوا لهم سهل ما صار. سالمة، هذه الأنشطة كاملة قلتي لي، هل لاقات إقبال من طرف الساكنة اللي تواجدوا في الجماعة القروية؟ هي لا، من خلال كاع عني اللي ذكرت لك كامل، اللي كان ما لقى إقبال إذا ما كلي تشجعيني عند الورشة الأولى، ما يمكن اللي تشجعي تفتحي ورشة ثانية مزال. بالعكس هذا سد خصاص كبير، ولكن مازال عندنا، مازال بالنسبة لنا احنا خطينا خطوة، ولكن مازال دخول البادية، مازال دخول محتشم. نتمناو باش الجميع عود مساعد فيه ومساهم فيه باش دول الاستمرارية، لأن يعني الاستمرارية هي الهدف. نعم، نعرف أيضا عنكم أنتم كجمعية، وأنت بالخصوص كرئيسة الجمعية، عن عندك صلة وصل بين الساكنة وبين الجهات المسؤولة أو السلطات المحلية. نبغي نعرف الدور ديالكم كجمعية في تبليغ مثلا رسالة الساكنة، شنو دوركم أنتم؟ دور الفاعل الجمعي هو وسيط دائما، وسيط بين الساكن وبين السلطة وبين كل الفاعلين وكل المتدخلين، على المتدخلين في كل مجالات اللي يهم التنمية. احنا رسالتنا واضحة ووصلناها، ولكن نتمنى باش نلقاو أذن صاغية وعود تعاون أكثر. سالمة، هل هناك مثلا قمتوا مثلا بمشروع او بنشاط مدير للدخل لفائدة فئات مستهدفة؟ هل سبق لكم ان تقدمتم بمشاريع او مبادرات من هذا النوع؟ بالنسبة لهذا الورشات اللي ذكرتك سابقا، هذا من التعاون ديال أعضاء الجمعية، مبادرة شخصية، مبادرة مع بعض الأعضاء، هي اللي كان مبادرة شخصية، ما لقينا دعم، أي دعم، ولكن احنا طلبنا، ولكن ما لقينا دعم. المهم مبادرة شخصية كانت، البداية كانت مبادرة شخصية. نعم، ما لقينا أي دعم من. نعم، ذكرتي لي ياسر من الأنشطة اللي تقوموا فيها بها حاليا في هذا المركز اللي انتم الآن تتواجدون فيه. هل مثلا هذا المنتوج، مثلا قلتي لي كسكس، قلتي لي الخياطة، هذا المنتوج اللي يشتغلوا فيه ذو النساء، هل انتم تقوموا بتسويقه؟ هل تشاركوا في معارض؟ هل نشاركوا بعض المعارض اللي استدعونا نشاركوا، ولكن تنسايب انها مازالت عاداتنا، ومازالت بالنسبه للمراه القرويه الباديه مازالت ما دخلت ذاك الدخول للمعارض، الا نستاجروا لحد باش يوصل لهم منتوجهم ويوصل لهم. هذا مبادره بتعاون معنا، نقوم بحد اللي يقوم مقامهم اللي يوزع لهم هذه التوزيع، ولكن مازال خاص نطر المواصلات، خاص ياسر القسم مازال باش يعود، وزال خاص التنسيق بين. نعم، هل انتم متدخلين معدين مثلا برنامج باش توصلوا فيه لهذا تطمحوا له كامل؟ احنا البرامج هذا كامل، الهدف من ذا كامل اللي احنا ندوره كان كل امراه يدخل عليها لا دعم ذاته، هي استقلاليه نفسه، وتحقق ما هو الربح كاع، ذاك هو الربح، ولكن نحققت لا ربح ذاتها بذاتها أحسن. نتمنى. نعم، سالم، هذا كامل اللي ذكرتي لي. نبغي نعرف أيضا، كي نعرف عنك عضو في العديد من الجمعيات والشبكات، هل دخولك مثلا لشبكات رجالية أو شبكات نسائية، هل كان له ردة فعل عليك أنت كرئيسة جمعية؟ شنو علاقتك معهم؟
هو بالنسبة للتواصل هو الهدف من ذا كامل لقاءات واندماج والانخراط بالعمل الجماعي. كل اجتماع ولا كل تنسيق ما بين جمعية ثانية ولا تفيدك فكرة ربما تأطيرك أنت نفسا وتأطير ولي تقدر تنقليه الأمر الواقع. أنا نقول عنه مكسب بالنسبة قيمة مضافة، ولكن نتمنى باش مسؤولين يندمجوا مع الفاعلين، لأن الفاعلين هو كامل هدف واحد، الهدف من ذا الشيء كامل وهو الإنسان يتعاون، لأنه متدخلين كاملين ما التنمية ما تنحصر على شخص عن شخص، كل متدخلين تنحصر هم معنيين. نعم نعرف عنك الأخت سالمة أنك قمت بحملات طبية وقمت بالعديد من الأنشطة في المدار القروي، نبغيك تحدثي لنا أكثر عنها. الحمد لله حكم علاقاتي الشخصية ربما هذا هو اللي استثمر بالنسبة للعالم القروي على المجهودات الأعضاء والمجهودات شخصيا، وإنما الحملات ما قطعت حملة هنا تي ما سبقت في العالم القروي لمجهوداتنا الخاصة. والحملات بالنسبة للضغط الدموي، بالنسبة لأمراض السكرية، أمراض كل التحليلات، كل الحملات الطبية لاقية إقبال. ونعرفوا أيضا عنكم قمتوا بتكوين نساء وقمتوا بالعديد من الأنشطة، تحدث لنا أكثر عنها. بالنسبة لجمعية بدر للتربية والتنمية، يعني هي أول جمعية اللي انخرطت بهذا العمل الجمعوي وانفردت بعملها الحكم العالم القروي، لأنها كان جمعيات ثانية ولكن جمعيات سورية. احنا ما نطلب في حد، إنما الجمعية اللي متواجدة في الساحة كل اللي سولتي عن بدر في جماعة فم الواد تلقاها متواجدة. الحكم أي مبادرة كانت ولا ننقلها أمر الواقع للعالم، فائدة ساكنة العالم القروي. نعم نعرفوا أيضا عنكم كنتوا نظمتوا مخيمات لفائدة الأطفال، شنو كانت ردة الفعل الأسر والناس الساكنة؟ لأنه بعد التشخيص لقينا خصاص بين الساكن اللي لباس عليها كله يدي أولاده ونقلهم ويديهم هذا يديهم المخيمات يديهم، لقينا خصاصا انه فهم عنه مشكل في انه هو باغي نعدله لكن ما اليد بصيره اليد قصيره والعين بصيره. حاولنا بعد التشاور مع بعض الاخوان وبعض اعضاء المكتب فكرنا نسقنا مع الجمعيه، ربما احنا الجمعيه عندنا فاعلين اللي حظوا بالتكوين، انا من ضمنهم من تكوين ديال مؤطري المخيمات صيفية، وحضينا مخيم صيفي بمدينة أسفي مخيمات هما، ولكن مؤخرا صيفي لمدة شهر ونص دينا حتى احنا ساكنة العالم القروي أطفال، وحاولنا باش نهرسوا ذاك الميز ما بين ساكنة العالم الحضاري والقروي، وحضاروا الحمد لله بالمخيم وجاوا الحمد لله راضين عن وضعهم. بالنسبة للمخيمات الصيفية اللي تهم العائلات حاولنا بأن نخلق وندير مخيم، هذا مبادرة من الجمعية بأن مخيمات مخيم عبارة عن قيام بمسائل ملتزمات مكامل مستلزمات، وحاولنا عن باش حتى هما يشتركوا شركنا الساكنة العالم القروي حتى هما خيموا كفئات ثانية، انك الناس الثانيه تكسر فيها كومبينغ وكسر حتى هما درنا لهم كومبينغ متنقل، ودخلت عليهم هاي الفكره مثلا ارتاحوا له وتواصلوا معها اكثر. نعم هذا اللي قلتي لي، هل هو الجهات الداعمه المحسنين ام جهات مسؤوله او لا؟ مع كامل الاحترام يعني ما لقينا اي دعم من هذا، مجهود خاص شخصي ومجهود بعض الاعضاء اللي معي في المكتب. احنا هذه المبادره ان العمل الجماعي مرض، والمرض منين يبدا؟ من ادم الله خاصه يكمل. الاخت سالمة، هذا كامل قلتي لي من الانشطه ومن المبادرات اللي تقوموا بها، لا بد ان هناك اكراهات واجهتكم او كانت عقبه مثلا في طريقكم، تحدثي لي عن هاي العوائق.
الإكراهات على عين ما تخفى على حد بأنها تم ما يمضي شيء ما دفر، لأنه إلى أين تم أنا مبادرتي الشخصية وأنا عندي أسرة وعندي الأعضاء حتى وما كل عنده التزامات وعنده أسرة، إلى أين تم إحنا مبادرة منا؟ لابد الحق الدعم التسيير هو اللي ينقصنا، ودعم النقل اللي باش يتواصلوا باش نقطعوا ذاك الحاجز اللي ما بين الساكنه ديال البديه والعيون ولا الدشرة ان صح التعبير، ذاك هو اللي مازال ينقصنا واللي هي اللي كراهات اللي نلقاو. في نظرك انت الحلول اللي هي مناسبه لهاي الاكراهات الحلول بالنسبه ل نتمناو عن الحلول كل متفاعلين، لان هذا الانشطه كامل كلها متدخلة فيها الفاعلين، ان احنا كاملين احنا اللاصيله ما بين من احد الفاعلين. نتمنى على الكل فاعل اللي له علاقه باعمال اجتماعيه ثقافيه تربويه تنمويه بصفه عامه يشاركوا ويشوفوا ينفتحوا لساكنه البديه. هذا نداء ونداءك للتوجه، لأن برنامجنا عنوانه مبادرات نسائية، للتوجه للنساء اللي يبغوا يدخلوا ذا المجال، شو تقولي لهم؟ نتمنى للنساء اللي باغين يدخلوا ذا العمل الجماوي، لأنه هو عملية تكليف وليس بتشريف، خاصة بنادم يعود عنده سلت الصدر، وخاصة عنده يعود صابر يعود يوازي ما بين بيته ومسائله الشخصية والعمل الجماعي، لأن العمل الجماعي تضحية بعد ما يكون أجر وبعد ضامن عند الله، غير لابد من تضحية، لابد من تضحية. ونتمنى المبادرة النسائية عنها تنفتح حتى كل المبادرات النسائية اللي كاينة في العيون تبارك الله حركية ما لا يستهانوا بها، على تنفتح البدية وعنها راهي مبادرة الليلة جاوا نهار غافلة وجاءوا ونفاتحوا مع خواتهم اللي في البديه، راهو لك هذا مكسب وكافي متاطير، هذا كاع راهو دعم بالنسبه لنا، لان الدعم المعنوي يساب المادي. نعم الاخت سالمة، الافاق اللي تنتظروها كجمعيه؟ الافاق اللي ننتظرها كجمعيه هي تحسين الدخل بعد العاملين اللي في الجمعيه، لان احنا عندنا 6 عاملين متواجدين نعطوهم جهودنا الخاص والله من صاليرنا، نتمنى ولو يعودوا عندهم غير كارتي والله نص كارتي من التنمية البشرية يعودوا مساعدين باش يعودوا باش ما ينقطع ذاك العمل، ان احنا المجهود اللي وصلوا ما يمشي هذا المظ. الاخت سالمة، على ذكر هاي الانشطة كاملة اللي ذكرتينا اللي تقوموا بها، هل ما عندكم تطلعات انكم توسعوا هاي الانشطة في العالم القروي؟ والله الذي فكرة مراودتنا وإحنا في صدد نحولوا الورشات اللي كانت عندنا نحولهم الى تعاونيات، اما على كافة العالم القروي بالجهة احنا حاولنا والله خلقنا واحد ريزو وشبكه بالنسبه للجمعيات اللي في العالم القروي، عدنا شبكه لها، هذا ندوروا كان نعم وما نتم مقتصرين لا على فملوات، ان احنا مجالاتنا ياسر وثنيتنا ملي ندوروا نربطوا بها الجهه كامله بصفه ساكنه العالم القروي. احنا في صدد عدنا ريزو ان شاء الله قريب لي اسمه. وبالنسبه لها الورشات اللي داخل الانشطه ديال الجمعيه احنا حولناها الى تعاونيات. تعاونيه كسكس، تعاونيه الخبز، تعاونيه البخور، تعاونيه حاولنا الانشطه اللي كانت كامل تقوم بها المراه في الباديه وفي المركز نجسدوا على مراقع باش نديروا تعاونيه في سقطيه تفرض ذات بذاتها، لان حتى هي تشارك في التنميه وتشارك بصفتها انها تمرق من ذاك الروتين والله ذيك خصوصيات الباديه، تمرق حتى هي كتعاونيه تسيرها تشرف عليها، هذا هو الهدف عندنا احنا، لان احنا الهدف الاول هو تحسيس وتاثير، واحنا الحمد لله هذه حظات ترحب من عند الساكنه في البديه. نعم احنا ايضا نعرف عنك الاخت سالمة انك تشتغلي ايضا في المجال الحضري،
نعرفوا أن عندك فيه أيضا أنشطة، مثلا الجمعيات اللي تشتغل في المجال الحضري، هل ما اقترحتي عليهم أنهم يشتغلوا معك للمجال الحضري لأنه يفتقر نوع من تكاتف الجهود باش تطور فيه المشاريع والأنشطة؟ هل ما عندك هاي الفكرة؟ لا، هذه الفكرة بالنسبة لي أنا اللي دائما نجتمع مع الجمعيات، وهذا هو النداء اللي دائما نعرضه اليوم، وبينهم خصم يفاتحوا، لانها مازالت العالم القروي مازال مهما كان الاجتهاد، مهما كان مازال خصائص في العالم القروي. هذا من هذا المنبر، هذا منبر مبادرة النسائية، نداء لكافة الجمعيات والفاعلين والمتدخلين، الجمعيات بصفة عامة والجمعيات النسائية بصفة خاصة، هذا نداء لأنهم خاصهم ينفاتحوا، نداء ودعوة، ربما دعوة نتمناها أكثر ونخرطوا فيها الجمعيات النسائية باش ينفاتحوا العالم القروي. راه مازال أرض خصبة، ومازال مهما كان الجمعيات راه مازال فيه خصاص، وحنا ندعو ومدو يدينا للجميع اللي باغي يعمل بصفة عامة، كوننا ترأسنا هذا الريزو بالبادية، حنا نطمحوا لانفتاح الجمعيات بصفة عامة، لا في الحضاري ولا في القروي، بل إن مازالت عندها خصاص، ومازال نطمحوا للتعاون أكثر باش نقدروا ننجحوا. الأخت سالمة، نعرفوا عنك عضوة في العديد من الائتلافات والشبكات، هل حاولتي أنك تجسدي عضويتك مثلا أو تجربتك داخل هذه الشبكات أو الائتلافات، تجسديها على أرض الواقع؟ كيف قلتي لي عنك أنتم الآن في صدد أنكم تشكلوا ريزو، أو هل هذا الريزو يشمل جميع الجماعات القروية في المدار الحضري؟ لا، هي كان بعد اجتماعات الجمعيات الكاف اللي في البادية، جمعنا اجتماعات بعد التنسيق مع الجمعيات كاملين، وحاولنا عن كل جماعة تعطينا جمعية فاعلة اللي تقدر تواكب وتقدر تمشي للمدى البعيد، ومن هذا الخصص هو اللي انطلقت هذا التشبيك. نعم، ولقى إحسان ولقى كل قبول من طرف الساكنة بصفة عامة. نعم، الأخت سالمة، في الحقيقة اللقاء كان معك شيق، ونشكرك على حضورك باسمي وباسم السادة المشاهدين، نتمنى لك التوفيق في مسيرتك. وكلمة أخيرة. احنا بدورنا باسم الخاص ونيابة عن أعضاء مكتب جمعية مدر التربية والتنمية، نشكر هذا البرنامج، ومن خلاله لأنه وقع اسمه يحظى مبادرة نسائية، نتمنى للنساء بصفة عامة المبادرة تعود دائما، ما خاصة ما تنحد، تبقى مبادرة دائما، تبقى لا التجديد والتجديد، ونتمنى للجميع شكرا، نتمنى للجميع التوفيق. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، في إلى حلقة قادمة من برنامجكم مبادرات نسائية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.